السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد ووردة جديدة لتزيين الملابس. النهاردة هنشتغل مع بعض الوردة الجميلة دي، مجموعة طبقات فوق بعض، مش سهلة وبسيطة. احنا عملنا حاجة شبيهة بيها برضو على القناة بس كان فيها أفرع خضراء. هنزل لكم في صندوق الوصف مجموعة كبيرة لتزيين الملابس. ممكن كمان تعمليها توكة لو حطيتي فيها اللي هو المشبك اللي احنا بنجيبه دوت، تحطيه وتلزقيه هتبقى توكة جميلة. هقولك ازاي تعمليها اكبر من كده، ازاي تعمليها اصغر من كده، بتزيني بيها شنطة، بتزيني بيها طاقية، بتعملي بيها اشغال كتيرة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل الوردة الجميلة بتاعتنا دي ازاي. قبل ما نبدأ نعمل لايك ونشترك في القناة عشان الفيديوهات انا بنزلها قبل ميعادها للمشتركين فقط، بس عشان يبقوا هم برضو ليهم ميزة ان هم مشتركين وحبايبي اللي موجودين على القناة. ويلا بينا نبدأ ونعمل الوردة بتاعتنا، يلا بينا. اول حاجة بنعمل عدد من السلاسل بيكون عدد زوجي. انا عملت 60 غرزة، بعد كده هرتفع فوق 60 غرزة دول، هرتفع اربع غرز، 2 3 4، هلف كده وهسيب اول غرزة 2 3 وهدخل في الغرزة الرابعة واعمل عمود. بعد كده هلف وهسيب الغرزة اللي بعدها وادخل في الغرزة اللي بعدها، بعمل عمود سلسلة وفي نفس المكان بعمل عمود تاني، بلف وبتخطى غرزة وبعدين بدخل في الغرزة اللي بعدها، بعمل عمود سلسلة عمود في نفس المكان تاني، نتخطى غرزة وندخل في الغرزة اللي بعدها ونعمل عمود سلسلة عمود في نفس المكان. وهنشتغل السطر كله بنفس الطريقة، شايفين بيطلع لنا زي شكل حرف الفي بالشكل ده. هكمل السطر كله بنفس الطريقة، 2 عمود بينهم سلسلة وبنسيب غرزة من تحت. هكمل وارجع لكم تاني. كملت السطر اهو، شايفين الشكل بقى كده، شايفين حرف الفي ده هو اللي احنا هنشتغل عليه في السطر اللي جاي. كنت عايزه اقول لكم كمان، انت لو عايزه تتحملي معلش، لو انت عايزه تكبري الورده بتعملي عدد السلاسل اللي في البدايه اكبر من كده، لو عايزاها اصغر من كده بتصغري عدد السلاسل او بتشتغلي بخيط يكون اقصر من كده. دلوقتي عشان نبتدي الشغل التاني هرتفع سلسلة واحدة بس وهلف الشغل سلسلتين تاني، هعتبر دول اول عمود وهدخل في اول فراغ عندي واعمل عمود. بعد كده هعمل سلسلة وهدخل في نفس الفراغ اعمل 2 عمود، يبقى انا كده عملت 2 عمود. بعد كده بسيب الفراغ اللي وراه على طول ده وبدخل في حرف الفي المباشر على طول ده، تمام. هعمل عمود 2 سلسلة 2 عمود، يبقى انا كده في كل حرف في بعمل 2 عمود سلسلة 2 عمود، هيبقى عندي الشكل ده كده. تاني بنتقل على طول من غير سلاسل ولا حاجة للحرف الفي اللي بعده، شايفين احنا عندنا اللي هو الفراغ اللي بين كل حرف في وفي ما بنشتغلش عليه، بنشتغل على حرف الفي. هلف وادخل في حرف الفي، بعمل عمود 2 سلسلة عمود 2، وهكمل السطر لغاية الاخر.
كملت كده السطر. اخر غرزة هعملها معاكم، انا هنا عملت عمودين، سلسلة عمودين، هلف وادخل في اخر حرف في عندي هنا، هشتغل عمود، اتنين، سلسلة، عمود، اتنين. هرتفع سلسلة واحدة بس في السطر ده والف الشغل بالشكل ده، وهبتدي اشتغل فين؟ شايفين السلسلة اللي بين العمودين دول؟ بلف كده وبدخل فيها على طول كده اهو، واعمل ادي عمود، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. هاجي فين بقى؟ شايفين ادي هنا انا اشتغلت فين؟ بين عمودين في السلسلة. الفراغ ده اللي هو بين المجموعة والمجموعة، بدخل على طول كده واعمل غرزة حشو، بلف وانتقل على طول للفراغ اللي بين العمودين، واعمل تمانية عمود، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. وعلى طول في الفراغ اللي بين المجموعتين بدخل اعمل غرزة حشو، وبنتقل على طول بين اللي هما السلسلة اللي بين العمودين وعمودين، بدخل واعمل تمانية غرزة عمود. هنكمل السطر بنفس الطريقة ونرجع نشوف هنقفل مع بعض الوردة بتاعتنا ازاي. وكده ده الشكل النهائي للخطوات بتاعت الوردة بالشكل ده. هنبتدي نلف الوردة كده، شايفين بالشكل ده كده، اخر الخيط بنسيب خيط وبنعمل فيه الابرة التنظيف عشان نثبت بيه الوردة بتاعتنا، شايفين كده. طبعا موجود على القناة زي ما قلت لكم في الاول مجموعة ورود كبيرة جدا، اشكال تانية مختلفة، نفس شكل الوردة ده بس احنا في نهايتها عاملين افرع خضراء بنفس الفكرة كده، بس فيها افرع خضراء حواليها، وفي اشكال كتيرة هسيب لكم في صندوق الوصف الطرق بالظبط. شايفين شكلها بقى جميل ازاي. هنقلب الوردة بالشكل ده كده، واحنا سايبين خيط كبير وحاطين فيه ابرة تنظيف. هنبتدي نشبك كده اهو بشكل عشوائي، خلاص اهو نمشي كده بالراحة ومن غير ما نخلي شكل الخيط نوحش، بنمشي من تحت الخيط كده، هوصل كده تاني هنا تمام، وهبتدي ادخل في الطبقات بالشكل ده كده، باخد الطبقات بتاعتي كل واحدة كده اهو. خلاص الوردة دي جميلة قوي، بتنفع ممكن تعمليها توكة، ممكن تعمليها تزيين لشنطة او لطاقية او لفستان، بتستخدم في حاجات كتير جدا، فجميلة. انا عاملة منها اشكال تانية على القناة باشكال مختلفة، فيها افرع زي ما قلتلكو وفيها اشكال تانية كتير. هبتدي اخيط بقى بالطريقة دي، وبقى كده خلصت معانا النهاردة الوردة الجميلة بتاعتنا دي، ولسه ان شاء الله هعمل لكم مجموعة كبيرة باذن الله عشان يبقى الاختيار عندكم كبير واللي تعجبك تعمليها بس. وممكن تحطي هنا خرزة برضو او لولي، اي حاجة زي ما انت عايزة، شكلها جميل وحلو. يا رب تكون عجبتكم، مستنية اقتراحاتكم، وقولوا لي بتتابعوني منين، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم رضا احمد.